وبديل للكسكسي او المفتول يختلف الاسم من بلد لبلد. لو مريض السكر الكيتو دايت، نجيب اللوز الني بنوضع ماء ساخن عليه لمده 10 دقائق، بنقشر اللوز وبنشفه تماما بمنديل المطر، وبعدين بنجيب محضره الطعام، بنوضع اللوز محضره الطعام وبنطحنه على عده مرات، بنشغل 5 ثواني وبنطفي، بنشغل 5 ثواني وبنطفي منشان الزيت ما يطلع منه، بعدين بنجيب مصفايه السكر تبعها يكون كبير وبنصفيهم، هيك اصبحوا نخلناهم اصبحوا جاهزين. نجيب ماء بنوضع منخل على الماء وبنوضع دقيق اللوز عليه، ممكن نجيب دقيق اللوز جاهز. هيك بعد ربع ساعة نوضع التوابل اللي احنا بنحبها، وضعت زبدة، قليل من فلفل أسود، ممكن جردة ناشفة، فلفل شطة حسب ذوق. نعمل اليخنة خضار حسب نظامكم الغذائي، اليخنة ممكن نقدمها مع لحمة أو مع دجاج. عند أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. مثل ما انتم شايفين وصفة كتير بسيطة وكتير سهلة، أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.